Norma? Yeah, Norma? Yes, madam? Please, can you put the record on? الشك انا بسميها نحن لما بنختبرها بنكتشف انه منا هينه يعني طريق كثير صعبه يعني قد ما الواحد يوصف لك انها صعبه مش رح تصدقي يعني انت بتحبيها بدك انت تختبريها بدك انت تعيشيها كنت حرب ومش وارده بالاصل انه اتخصص بالمسرح بالمطلق يعني الأهل أكيد ما كانوا أبداً يحبزوا أنك أنت تعملي دراسات بالمسرح وتطلع على المسرح وتمثلي أنا قلت لهم بس شهادي شهادي يعني بدي أخذها شهادي وجيت لهون على المسرح وكان عندي غرامي شخص اسمه جورجيت جبارة بس أنا الغرام بالنسبة إلي كان بس الرقص وجيت لهوني وكان في مباراة الدخول وفتت وبلشت الدراسات وقنعت أهلي إنه بس دراسات ومش الحال لوقت تاني أو تالت سنة جامعة ريمون جبارة بده هيك فرد مرة يسلمني دور الدلسينية بصانع الأحلام وهونيك المعارك بلشت بالبيت لا ما اتفقنا شهادة وهيك لكن قدرت أقنعه وخسرت الدور الأساسي فيه وقتها بس قدرت اقنعهم اخذ دور صغير وبزيت المسرحيه يا غلي فكري كيف فكري مش عم بقدر اعمل شغله لا جهاز ولا قسم العلف قضيع ما هو عمي وراسي مشغول وبحبه بس مش وصول يعمل بي هيك بالحرب بلشت مسرح كانت صانع الاحلام بكازينو لبنان في ليله عم ننقصف يعني بالمليجي قالوا لي مش معقول مش وصول كنا هيك على وتيرة الأزيف نكفي دراستنا ونمثل عندي حنين لهال ويمكن بعدني عيشتها لهلأ على حالة الطوارئ يعني بحس أنه بعدني لهلأ يمكن حاملي هالإيقاع هيدا أنه يلا لازم نعمل هلأ لأنه الوقت بيمرق ولأنه ما بنعرف شو بده يصير بكرة ما مرقت يعني خلصت الحرب وكل شيء ما أنه مرقنا بحروب تانية إيه بس يمكن نمي عندي هال إنه قدي أهمية هاللي عم نعمله ولازم الوقت نستغله للآخر. أول مرحلة اللي هي اللي كانت بالجامعة اللي كان إلي الحظ إني أشتغل مع هالطلعيين اللي هني كلهم أساتذتي مثل كنت مباركة. إنه كنت بلشت مع ريموش بارا بالمسرح مع شكيب خوري بالدراما التلفزيونية مع إيميل شاهين بتقديم البرامج يعني هن لوحدهم مثل كأنه فتحوا لي الطريق إنه أنت من هون بدك تبلشي المرحلة الثانية اللي بلشت اكتشف فيها السينما لما اجى سمير حبشي بفيلم الاعصار وبفضل كمان برجع يمكن راح تسمعوا كثير اسمه ايميل شاهين هو عرفني كان جاي مخرج جديد من روسيا حتى اكون بهيدا الفيلم اول شغف كان واول فيلم انه سينما يعني كانت هيك بتضوي عينيك عليا كانت باوائل التسعينات في المراحل تانية أكيد لما انفتحت بيروت أنا كتير بحسها مرحلة كتير حلوة بالنسبة إلي لما بالتسعينات أعادوا افتتاح مسرح بيروت بعين المريسي اللي هالقد شهد بولادة مسرح أو رواد المسرحيين وقفوا على هالمسرح وعرقوا هونيك وكانت مع مسرحية من قطف زهرة الخريف لريمون جبارة هونيك بوريش هيركبنا على المورد وانت تنبطي وتغني راجع يتعمر
كان جو مثل هيك، البلد عم بيرجع يعيش، عم بيرجع ينطلق. أنا بحسها مرحلة كتير مهمة، وافتتاح كمان مسرح المدينة لنضال الأشقر اللي بعدين أنا اشتغلت معه بطقوس الإشارات والتحولات. لكن فعلياً السينما صارت أكتر بالألفين وهيك، لأنه انطلقت أكتر، كانت أكيد مع بهيج حجاج ومع رندا الشهال. بتعرفوا شو يعني زنار نار؟ هيدا مرض بنايمك أسابيع، بيحرق الجلد، وجع ما بينطق، مرض بيعدي إذا سلمت على حدا بتعديه هون 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 هون. تصور إنه عطيني أعز صديق إلي لما سلم علي بالإيد. وقفت مثل المجنونة وسألته، آخر مرة التقينا كنت مريض؟ قال إيه، كنت عآخره، كان مريض وعارف إنه رح يعديني، وما انتبه، قال ما انتبه، نسي. من وقتها شطبت على أعز صديق عندي. يطب الفرشة يتعذب ليالي وأيام. هيدا مرض ما بتتمنيه لعدوك. إذا ضرب العين ممكن تعمى، وإذا ضرب الديني بتطرش ويمكن يموت. أي يموت. حدا منكم سامع بزنار النار؟ زنار النار. بعتذر بالإذن، عندي صف الطلاب بيكونوا ناطرين. مرق 20 سنة وهي سنة 21 وما بتحسي، رغم إنه كمان طريق منا يعني التعليم مثل مهنة التمثيل، يعني نقيت شغلتين كتير صعبين، اثنيناتهم في طول وقت إعداد، اثنيناتهم يعني أي مهن تاني الواحد بيخلص شغله بفل على البيت بيحط راسه على المخدة وبينام وخلص. نحن 24 بقول لهم مهنة الممثل هي مهنة 24/24، يعني شو ما بدك تصادفي بدك تسجلي براسك، شو ما سمعتي بدك تحفظي، شو ما قريتي، وزاد الشيء التعليم بدك تضلك تجربي تجددي نفسك، تضلك تطلعي. ومن مهنة الممثل انه مراقب، طيب انا عم براقب وعم بشوف وعم باخد وبعطي مع الطالب اللي قدامي، اكيد اوقات بيعطيني اشياء انا بطير من مطرحي، انه بنبسط. اكيد عمليه تبادل، اذا ما كانت هيك بتكون ميته، ولهيك بحب التعليم طالما انا بعدني ممثله. وكتير بخاف انه ضلني اعلم وبطل ممثله. ربيع، لازم اقول لك شيء كتير مهم، بس لازم تعرف اني بحبك كتير. شو؟ ما معي وسيط ولادتك. ما معي وصية ولادتك لأنه عطيوني إياك، ربنا عطاني إياك. شو قصدك؟ أنت ما خلقت بالمستشفى. وين خلقت؟ بضيعة تانية، بعيلة تانية. لما جيبوك لعندي كان عمرك 3 أشهر. بحس انه ايه بعد لازم اعمل اشياء اكتر، سينما، مسرح كمان، وليش لا تلفزيون اذا شي بحمس، لانه التلفزيون هو طاقة للناس يعني هيك. الممثل او انا يمكن طميع شوي. طيبين اللفتات بيقرشوا قرش؟ مين عملون؟ هون عنا بالضيعة ما في مهجرين، في مرة سورية. بدي أوصل للبنان. مو انت البيت اللبناني؟
بلد بحبه كتير، بمعنى ما بعرف عيش براته بكل بساطة يعني بدون أي فلسوف. بحب الناس اللي فيه، بحبه هو البلد يعني مثل ما هو. بحب بيروت كتير، ما بعرف عيش غير هون. ما بحب غير عيش هون وموت هون أكيد. غرام كممثلة بحس إنه بعد لازم أشتغل أكتر، لأنه هالقد في إتقان بشغل السينما لأي كادر عم بينعمل. لما عم نحكي عن فيلم جيد عم بينشغل، أول أوبجكتيف سينما علي رعبني الرعب اللي بخوف كان عندي أول لقطة بفيلم الأحصار. حسيت مثل عين يمكن أكبر من هالصالة ناطرتني وأنا ماشية عندي بدي أطلع هيك وابتسم للسيارة التانية شي اللي وين هنا. حسيت يا بدأ تبلعني يا بدي أبلع، عرفت كيف؟ بعدني لهلأ تقنياً ما بتعني لي قد ما بتعني لي قدي أنا فيني أغلب هيدي العين هاي اللي جاي هيك تكلني. مع الوقت أوقات كتير في عين المخرج اللي بتقلك أنت بدك كتير تنزلي، بدك ما تعطيني شي، بدي امتسل لهيدا الشي وبدي درب حالي أني قد ما فيي أنه كون هالإليمون الواحد اللي مناسب كل شي بالكل، يعني موجود بالكل. وشغلة حلوة لما خاصة عم تشوفي النتيجة حلوة يعني. الواحد بيجي يغني غنيته بهالدنيا ويفل. في ناس بتتجوز، في ناس ما بتتجوز، في ناس بتتجوز وبتخلي، في ناس بتتجوز وما بتخلف، في ناس بتترهبن، في ناس يعني. وحلوة البيئة المشكلة يعني. أنا برأيي ما بدي أتحجج إنه الفن حرمني وأخذ من وقتي لدرجة ما قدرت. منا حجي صحيح، أخذ كل وقتي وكنت مبسوطة باللي عم بعمله. خيار هيك أخذته بكتير أنه ما كان أولوية عندي أتجوز بكل بساطة. دير بالك عليهم، صاروا صبايا ما شاء الله ما شاء الله. أخذتكم بالمطبخ يا حصرتي. هلأ أنا كتير مبسوطة هالمرحلة، لأنه تحديداً وخاصة الجناس هلأ يعني. حتى آخر أفلام اشتغلت مع صوفي بطرس ومع فاتشيب الغرجيان ومع خليل زعرور ومع شادي حنا وكل هول اللي آخر سنتين كلهم شباب يعني. وهلأ الحلو أنه في كتير شباب بتصيري مثل أنه منكتب لك هيدي شغلة رائعة. شو بحب هالموسيقى؟ تتذكر لما كنا نرقص سوا؟ الواحد يمكن بيقضي حياته بكاملها يشتغل على حاله. يمكن أنا من هالأشخاص، في ناس حاسمين أني يالون، بس أنا يمكن الأشخاص اللي بحس إنه بعد في عندي كتير أشياء. بحب كون وفية للي مهدوا لنا الطريق، أنا كتير بصر عليها. هيدي مهمة صعبة أصلاً. بقى إن شاء الله كون عم بقدر.
بشوف هلا التكريم مش بعد بكير.